قمر الطاي والفنان الأردني السلاوي صاروا حديث الناس قبل فترة ومحط الأنظار بخرجاتهم مع بعض، خاصة من بعد زيارة قمر الطاي للأردن واستقبالها استقبالا حار من طرف السلاوي وأصدقائه، حيث طلعت إشاعات كبيرة عن وجود علاقة حب تجمعهم واللي نفاها الثنائي عدة مرات وكذبوا كل هالأخبار. فبآخر ستوري لقمر وحسام مع بعض واللي جاء من بعد اختفائهم وعدم لقائهم ببعض لفترة من بعد ما تواجد السلاوي بالمستشفى ومن بعد تساؤلات الجمهور عن ليش ما زارته قمر وقت تواجده بالمشفى، فمن خلال هالستوريهات حطوا النقاط على الأحرف، حيث رد السلاوي على جدل وجود علاقة حب بينه وبين قمر وصرح أنها مجرد إشاعات كاذبة وقمر مثل أخته. فشو رأيكم بتصريح قمر والسلاوي؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. العافية يا جماعة، لكم فترة بتحكوا لي وين قمر وليه متمشكلين. هاي قمر. هاي. بس أنا وقمر كنا مشغلين هاي الفترة. وأنا أوكي. طبعا اللي ما بتعرفوه يا إخوان أنا وقمر زي توم وجيري، مستحيل نقعد في مكان وما نتطاوش، مستحيل. فقررنا نبعد عن بعض. قررنا ما نقعد أصلا. اليوم آخر قاعدة بيني وبينك. يلا. مين أنت أصلا؟ أنت شو عندك هون؟ طب سيارتي هاي. صح. فيش مشاكل يا اخوان والامور طيبة، لكن الاثنين مشغولين وعندنا شغل وانا كنت في المستشفى انت شايفين وما اجت زارتني. سلامتك. الله يسلمك. وهي بوكس هون سألوني اي اشي عن قمر، انا اليوم بدي اعطيكوا الصافي عنها. عادي. شو رايك؟ عادي. احد سؤال بحكيك، ليه ما زرتيني على المستشفى؟ يا جماعة ردت ازوره بس هو اصلا ما طول، يعني اخذ المغذي وراح. كيف تحكي عراقي فجاه سوري؟ حكيت وياه انا بصير عندي اذن هيك بصير احكي. شكو ماكو عيني. سؤال بيحكي جد عمرك 16؟ جد. اخوان طفله هاي، هاي طفله صغيرونه. مش هيك تحكوا صح؟ عمرها 16. يا كبير. وانا 21. يا كبير 20 لسه ما صرت 21. والله مش كم شهر 9. ايه اوكي لسه 20. يلا يا كبير. حظ عيد ميلادي. السؤال بيحكي شو اكثر شيء بخليني اعصب؟ قمر. لا لا، وقت حدا يقرا المسج وما يرد عليك صح؟ لا في اكثر من شيء. في؟ لا انا هذا، انا هذا اللي بعرفه. شكلي معصب عليها قبل هالمرة. طيب هسه السؤال المكرر يا جماعة، شو في بينك وبين قمر؟ يا اخوان قمر مثل اختي الصغيرة وبحترمها. يا جماعة ما في شيء بيناتنا، ولا حيصير ولا ممكن يصير. وبحترمها كاختي الصغيرة وبرضه كصحبة، يعني هي بنت ما شاء الله عنها، يعني مخها كبير، ما يغركوا انه هي طفلة. صح انه طفله لكن مخها صغير. ف اخويا الزود وحزن. ما في شيء يا جماعه، وحتى التصاميم اللي بتعملوها اذا بتعملوها بداعي الصحبه فهي بتجنن، بداعي الحب فانتوا غلط اللي بتعملوه. وشكرا لكم.